مكاننا احنا طبعا نشكر كل اجهزتنا الامنيه اللي انت ذكرتهم ما فيهم الامن الوطني والاستخبارات خليه الصقور انا ذاك كان الصغر. نقيب حارث السوداني الله يرحمه حارث بطل من ابطال خليه الصقور طبعا بصراحه يعني تعجز لو تكتب سجلات عن الحارث فهي قليل لو تشكر بكل لغات الشكر فهو قليل في حق حارث واهله وعائلته وحق فعلا. أبطالنا اللي اخترقوا دواعش واللي وصلوا دواعش من خلية الصقور صنف الاستخبارات الأمن الوطني المخابرات احنا اليوم نقول لهم شكرا نقول للردي السريع شكرا نقول للفارس احنا كلمة الشكر هي قليلة بحقك طبعا لأن انت مطيت ايدك ورجلك لهذا البلد حتى آني وكل النساء العراقيات اليوم أطفالنا وكنا نعيش بأمن وأمان وبزودكم